أنا في ممكن ابن الإذاعة الكبير. الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول. أحسن كل شيء خلقه فالكل بالعناية مشمول. قدر لكل موجود رزقه وكل على جناح النعمة محمول. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السحت والغلول. لا إله إلا الله، الملك كله يفنى وملك الله لا يزول. محمد ابن عبد الله عبدا لله ورسول، تراه يوم القيامة تحت العرش ساجدا. سل يا محمد فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. لو يعلم جده وهو بالبيت يطوف ما سماه به مختارا من حروف. محمد في صورة الفتح برسوليته موصوف. أنا لها كلمة هو قالها ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأخيار الذين قلت فيهم وأنت النبي المختار. آل بيتي كسفينة نوح، من أحب آل بيتي فقد أحبني، ومن أحبني وجبت له الجنة. خير الكلام ومسك الختام، آيات بينات يجدو بها علينا قارئ الإبداع الأول وملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، الذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية. الله ربي أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. داعيا معالي الدكتور عبد الناصر حرك الى منصة التلاوة مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا.
الله يبارك لك يا رب. تكلم على الجنة وأهل الجنة. الله يبارك لك. تكبر الله منك كل شيء. على الأرائك تشوف الاستكمال. الله. سلام يا مولانا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله إن يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها
يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا إنما نطعمكم لوجه لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ايوه
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك فيها شمسا ولا زمها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى. الله اكبر النبي. حاضر حاضر حاضر. سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ولنا الشرف ولنا الشرف. الله اكبر. ولم نشرح بلد العلم والعلماء. ربنا يبارك فيكم جميعا. الله يحفظكم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بس طيب تقبلوا احنا ليش
كده احنا اخترقنا من غير الجوله. اهلا وسهلا. سعيد مشكور. شفت عليك يا ابو الشيخ عبد الناصر. عليه رحمة الله. فإذا ثروت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بالله عليك الفاتح. رحمة الحاجة خيرية لكل الفاتح. ياكد نبي فتح العبد النبي زي ما قالوا لك يا باشا. الله يصلح حالك يا دكتور يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خلاص كده احنا كده عايزين تخلص ولا الحمد لله رب العالمين. احمد ربنا كده. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد
نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة لما تيسر من قصار صور القرآن الكريم من فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة والذي أسعدنا بحضوره معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقيمت تأبينا وتكريما لروح أم كريمة رحلت إلى رب كريم في يوم كريم في شهر كريم سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يكرم نزولها وأن يوسع مدخلها وأن يغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد اللهم عزها بالإحسان إحسانا على النار وأدخلها الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار اللهم حقق فيها نداءك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم فقرات هذه الليلة القرآنية من داخل قصور الضيافة المتنقلة إدارة الحاج مصطفى علي عبد الوهاب والحاج نبيل عبد العزيز الصعيدي أعمال الإنارة والإذاعات الخارجية إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد المقيمين بقرية بيشة قائد مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وقد نقلت هذه التلاوة عبر أحدث وحدات التصوير العالمية لصاحبها المهندس أشرف إبراهيم المهداوي المقيم بقرية بني عامر أيها الإخوة الأحباب نترككم في رعاية الله وأمنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.